النهارده يوم 27 سبتمبر هو بيصادف اليوم العالمي للسياحه. الحقيقه دي مناسبه مهمه ناكد فيها على اهميه صناعه السياحه في التواصل بين الثقافات المختلفه. مش بس التواصل، لكن كمان ليها دور كبير اقتصادي ومهم في زياده الدخل من العمله الاجنبيه وخلق فرص عمل جديده. في 27 من شهر سبتمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للسياحة، والذي يمثل مناسبة هامة للتأكيد على أهمية صناعة السياحة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وأيضاً تعزيز التفاهم والتواصل الثقافي بين الثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم. أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للسياحة تظهر بوضوح من خلال الفوائد العديدة التي تجلبها هذه الصناعة، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث تساهم السياحة بشكل كبير في توفير وظائف للملايين من الأشخاص حول العالم، سواء كان ذلك في مجال الفنادق والمطاعم أو في القطاعات المتعلقة بالنقل والترفيه. بالإضافة إلى ذلك، تعزز السياحة التفاهم الثقافي وتعزز أيضاً التواصل بين الشعوب، وذلك عندما يزور الناس دولاً أخرى ويتعرفون على عادات وثقافات مختلفة ويتعلمون التقدير للتنوع الثقافي، وهذا يساهم في تعزيز السلام والتفاهم الدولي. وتحتفل الدول المختلفة باليوم العالمي للسياحة بطرق متنوعة ومبتكرة، حيث تقوم بعض الدول بتنظيم مهرجانات سياحية كبيرة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتقدم هذه المهرجانات فرصة لعرض الثقافة والتراث المحليين وتعزيز السياحة الداخلية والخارجية. وبعض الدول تنظم أيضاً مؤتمرات وندوات تستضيف فيها خبراء وممثلين عن صناعة السياحة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع، وتسعى هذه الندوات إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال السياحة وتبادل الخبرات.